بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أواصل في الوحدة 13 اللي هي يونت 13 ليفل 2 مستوى الثاني، وما زلنا في الجرامر كومبليت ذا سنتنسز. كومبليت تكمل الجمل. هنا عندي جمل، عندي بير بين براكتس بفعل في أواس ده نتعامل معه، وضعه في وضعه الصحيح اللي هو بين بريزن سيمبل او بريزن كونتينيوس. نمبر 1 نيجل فعل ليف، هيكون الصحيح ليفز ان ا هاوس ان لندن، يعني يسكن في ودي لانها حقيقه. بات ناو، لكن الان هي از ستيينج اللي هو الفعل ستي، اما ناو ستيينج وحطينا ليه از لانه بريزن كونتينيوس. In a house by the sea، يعني اصلا هو ساكن في بيت في لندن، لكن الان لانه present continuous هو يقيم في منزل في السي. استخدمنا هنا stay من ال ing، لكن حطينا وضعنا قبله الفعل is لان الفاعل هي. نمبر 2 هي يوجوالي، عندي يوجوالي معناها طوال الجمله present simple. يوجوالي هنا الجمله present simple، الفاعل مفرد هي، اخذنا الفعل وير هتبقى ويرز. يوجوالي ويرز السوت، هو دائما يلبس بدلة. بط today، عندي today present continuous على طول، الفاعل هي، اخد is وطلع الفعل برا دي و اي ان جي. هي از ويرينج شورتس، يعني هو عادة بيلبس البدلة لكن اليوم هو يرتدي او يلبس شورتس. 3 هي never، never adverb for present simple، خلاص الموضوع منتهي. never حددت لي انه الفعل ده present simple، ضفنا لي اي اس لانه ننتهي بالاكس، والاكس من الافعال اللي اذا انتهى بها الفعل بينضف لي اي اس اللي هي نيفر ريلاكسز، ولا يرتاح ابدا اطور بالعمل. بط ناو، لكن الان بريزنت كونتينيوس لانه عندي ناو. هي از ريلاكسنج، ناخذ از لان الفاعل هي، طلع الفعل من الاغواص ريلاكس ونضف لها هي از ريلاكسنج باي ذا بول، الان هو يرتاح بجانب الحوض او السباحه. 4 Karen works in a shop. Karen مفرد وده لانه ديسكريبشن وصف. Works بالفعل is in a shop. But today، لكن اليوم، يعني هي اصلا شغاله في متجر، لكن اليوم she is enjoying her holiday. هي الان هو look today، اليوم تتمتع في بعطلتها. لانه عندي تو دي معناها بريزنت كونتينوس، الفاعل شي، استخدمنا از طلعنا الفعل بعد از اضفنا اي ان جي از انجوي. نمبر 5 ذا تشيلدرن ورك هارد ات سكول، هنا دي بريزنت سمبل الفعل، حطينا الفعل مجرد انفينيتيف. ليش؟ لان الفاعل جميع اللي هو ذا تشيلدرن جميع بيكون الفعل مجرد. بات تو دي ذي ار سويمينج، لكن اليوم there is a continuous الفاعل دايما يحط ار بيطلع الفاعل swimming، عمل swimming in the pool، لكن اليوم هم يلعبون في حوض السباحة او يسبحون في حوض السباحة. 6 it often rains، عندي often معناها present simple على طول، فاعل it بضيف الفعل is، rains in England يعني تمطر في انجلترا، and it is raining there now، وتمطر هنالك الان. ليش استخدمنا present continuous؟ لانه عندي الادفيرب now والفعل it نستخدم is raining. هنا دي بتديك كيف تستخدم present simple وكيف تستخدم present continuous، وعرفنا ال present simple وال present continuous كل واحد منهم عنده adverb او عنده مؤشرات او عنده مفاتيح نعرفها بيه. والسلام عليكم ورحمه الله، لنلتقي في درس اخر.